تستعد الأسواق الإماراتية للانضمام الفعلي إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في شهر أبريل 2014، وذلك بعد ترقيتها إليه في يونيو الماضي وبعد 5 محاولات، لتكون بذلك الدولة 22 التي تنضم أسواقها إلى المؤشر التي سوف تستحوذ على 14% من أصوله البالغة نحو 3 تريليونات و300 مليار دولار، حيث تتنافس الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية منذ ذلك الحين لتكون أسهمها من ضمن الأسهم المنتقاة التي ستدخل فعليا في المؤشر. فقد قامت العديد من الشركات خلال 2013 بمراجعة نسبة تملك الأجانب لديها، كان آخرها بنك دبي الإسلامي الذي رفع تلك النسبة إلى 25%، حيث يتم انتقال الأسهم ضمن المؤشر بناء على عدة معايير أهمها القيمة السوقية ومعدل دوران الأسهم ونسبة تملك الأجانب ونسبة الأسهم الحرة. توقعات بحدود ال 2 مليار دولار اللي قد يكون ضخها في العام المقبل، ليس بالضرورة مرة واحدة ولكن قد تكون على أجزاء، بالإضافة إلى كذلك إعطاء اهتمام أكبر من قبل مستثمرين أجانب جدد لهذه الأسواق أو الأسواقنا المحلية، كونه أنه أصبح فيها نوع من الدولية الموجودة. أضف إلى ذلك أنه الشفافية والإفصاح جزء من المتطلبات، نسبة تملك الأجانب شاهدنا أنه بعض البنوك اليوم تقوم بتغيير نسبة تملك الأجانب مثل بنك دبي الإسلامي، لاحظنا أنه المؤشر اعتمد أعتقد أنه 5 أو 8 أسهم فعلية تم اعتمادها في هذا المؤشر. ويجمع المختصون على أن ترقية الأسواق الإماراتية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ستنعكس إيجابا على عدة جوانب، يأتي على رأسها حجم السيولة في الأسواق وتغيير نوعية الاستثمار الأجنبي إلى نوع طويل الأجل وأساسي وليس مضاربية وتحوطية كما كان في السابق، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار المؤسسي مما ينعكس بطبيعة الحال على كفاءة الأسواق وزيادة عمقها على المديين القصير والطويل، ناهيك عن تطور الأدوات الاستثمارية فيها. الأسواق سوف يزيد كفاءتها بشكل عام، المضاربات سوف تأخذ منهج أو دور أقل نتيجة لارتفاع نسبة مساهمة الصناديق والمؤسسات كدور فاعل في الأسواق. الآن هي حوالي 30-40% من أحجام التداولات، قد ترتفع إلى 50-60% على مدار العامين المقبلين. كما يرى المحللون أن دمج كل من سوق دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية التي تجددت الأنباء حوله أكثر من مرة في الربع الأخير من 2013 من شأنها أن تعزز تلك الآثار الإيجابية وترفع تنافسيتها على مستوى المنطقة والأسواق الناشئة، حيث سيتولد إثر عملية الدمج كيان مالي تصل قيمته السوقية إلى أكثر من 641 مليار درهم.